مرحبا أحبابي، اليوم بدنا نعمل مع بعض طريقة تحضير كيك لسهرة عيد رأس السنة. إن شاء الله كل سنة وإنتوا سالمين يا رب، وإن شاء الله هيدي السنة بتكون سنة خير عليكم وعلى الجميع يا رب. كيك كتير سهل وبسيط بالطريقة وبالتزيين، إن شاء الله بتجربوا الطريقة. ولنبلش الطريقة أنا وياكم مع بعض. بسم الله. أول شي عنا بالجات 5 بيضات، بضيف عليهم ملعقة صغيرة فانيلا بودر أو سائلة، ما في مشكلة، كوب سكر، بخفقن على سرعة عالية. خفقناهن 4 دقايق. بضيف نص كوب حليب، ربع كوب زيت نباتي، بضيف على الخليط 2 ملاعق صغار بيكنج باودر، موجود عنا بالجات 1 وربع كوب طحين نخلتهم، وكمان 1/4 كوب كاكاو. بحط شوي شوي فوق الخليط انا وعم بخفق على سرعة خفيفة. عم حمل الفرن على درجة حرارة 180 من الأعلى والأسفل. خلصنا خليط الكيك، نحط الخليط بالصينية. بسم الله. هلأ بدخل على فرن حامي مسبقا على درجة حرارة 180 من الأعلى والأسفل. هذا الكيك أخذ بالفرن نص ساعة 30 دقيقة. بعد ما طلعته من الفرن حطيته على جنب لبرد بحرارة الغرفة، وهلأ بدنا نكفي التزيين أنا وياكم. بدنا نحاول نقص الكيك تقريبا على النص. بعمله بهيدي الطريقة، بدنا نفصله عن الصينية. بنشيل الكيك من الصينية. من الأفضل تحطوا ورقة زبدي بس تعملوا الكيك، أحلى ما يعذبكن بس تشلوه من الصينية. ما بحاجة نشيل الوجه عشان كتير طالع طري الكيك. بعمل بالشوكي بهيدي الطريقة. عندي هوني كوب حليب صغير، بسقي الكيك بالحليب. عنا نوتيلا 350 جرام نوتيلا، بدي دوبهم شي بسيط. هيدي النوتيلا دوبتها مثل ما شايفين، شي كتير بسيط. بدهن على الكيك.
بحط بندق، عنا بندق حمصتون بحطهم بهيدا الشكل. بحط نوتيلا على هيدي الطبقة كمان، هيدي الطبقة رح حط عليها من الأسفل نوتيلا. كمان حطيت نوتيلا على هيدي الطبقة، بطبقها على هيدي الأولى اللي حطيت عليها بندق. بدنا نعمل الكيك نقصه ونظبطه نفس المستوى. دوبت النوتيلا بهيدي الطريقة، بدنا نحط على وجه الكيك. بنخلي شوي النوتيلا تنقي، بتعطي شكل كتير حلو. بعد ما حطيت الشوكولا على الكيك بهيدا الشكل راح احطه بالبراد حوالي ربع ساعة لتجمد النوتيلا. هذا الكيك بعد ما حطيته ربع ساعة بالبراد 15 دقيقة. هلأ بدنا نزين بالفريرا روشيه، بحط بهيدا الشكل. وعندي هيدي الشوكولا راح احطها زينة بالنص. عطت شكل كتير حلو ورائع. كمان رح حط وحدة صغيرة. هذا الكيك اللي عملته أنا وياكم بزيني كتير سهلة وبسيطة. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.